مرة تانية برحب بحضراتكم. معانا واحد من اللعيبة الموهوبين بقاله فترة غايب عن قناة الأهلي، وعلشان كده قلنا لازم يكون معانا في مناسبة زي دي في بيت كل الأهلوية، البيت الكبير. معانا ومنورنا النهاردة كابتن محمد جودة اللي برحب بيه، وعمل الحقيقة النهاردة لقطة حلوة قوي بالتيشيرت اللي حضر بيه النهاردة بيته، البيت الكبير. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بحضرتك طبعا وكابتن هاني طبعا، ربنا يخليك حبيبي. أهلا طبعا، منورنا. و تيشيرت النادي الاهلي من اللي كسبنا بيه امبارح، قلت برضه البس كان نفسك تكون امبارح الملعب. لا انا كده كده يعني واحد من الجمهور قبل اي حاجه يعني، فعشان كده يعني حبيت اجي يعني بالتيشيرت. لا نورتنا طبعا ومشرف بيتك البيت الكبير. وقول لنا بقى انت فين مختفي يعني، وعايزين نعرف اخبارك، انت فين دلوقتي؟ لا انا موجود، انا من يعني من اول ما بطلت دربت على طول في نادي طلائع الجيش، دربت سنه في قطاع الناشئين، بعد كده من 2014 ل 2019 لاول موسم ده بس كنت موجود مع الفريق الاول ما بين مدرب، ما كنت موجود مع الاجهزه الفنيه باختلاف بقى المديرين، كابتن محمد حلمي، كابتن طارق يحيى، كابتن احمد سامي، كابتن احمد العجوز، لوك ايميل البلجيكي، كابتن حسن شحاته فتره، يا رب ما اكونش نسيت حد. الفتره دي كلها جه راجل برازيلي اول موسم اللي قعد شويه كده كان معاه الجهاز بتاعه، فمشيت ودلوقتي موجود في نادي الانتاج الحربي. ليلة سعيدة امبارح كلنا عشناها امبارح، كل الأهلوية والناس اللي فرحت لنا طبعا لما يعني لعبتنا كانوا في الملعب بأدائهم القوي والمستوى الجيد اللي ظهروا بيه امبارح. شفت امبارح المباراة ازاي؟ تقيمها لنا ازاي امبارح؟ يعني طبعا في البداية طبعا يعني لو اتكلمنا على المباراة بالذات يعني بحب أشيد جدا مبدئيا بمحمد الشناوي، اللي هو اللي هو صد ضربه الجزاء دي كانت نقطه تحول طبعا، حضرتك عارف كابتن هاني، من 1-1 من 1-0 ل 1-1 ممكن المباراه طبعاً. من المباراه يعني مباراه ثانيه خالص يعني، وبرده بالمدرب بتاعه برده ميشيل يانكون برده لازم اشيد بيه، مدرب حراس المرمى. مدرب حراس المرمى طبعا عامل فرق كبير جدا يعني، يمكن محمد الشناوي احسن لاعب في مصر السنه دي، ومان اوف ذا ماتش النهارده يعني في مباراه امبارح، ورابع ضربه جزاء على التوالي يصدها، ف يعني كان قائد للفريق وهو فعلا كان نقطه تحول يعني. صحيح. بجانب طبعا كل اللعيبه، برضو المدير الفني طبعا الجديد طبعا كابتن هاني عارف ما نقدرش نحكم على مدير فني مش اقل من 10 مباريات، ولكن بيبقى فيه انطباعات وملامح. صحيح. الانطباعات والملامح موجوده، الكره الجميله، هو من احنا عارفين من هو في سان داونز مستر موسيماني بيحب الكره الجميله، يمكن برضو في بصمات واضحه جدا، يمكن مستر فايلر كان بيلعب ضغط متقدم يعني، اما يجي مدير فني ويغير طريقه او اسلوب بتحتاج وقت، تحتاج وقت كبير، ده قدر في وقت قصير جدا يغيرها، بيلعب الكره الجميله طبعا كابتن هاني، بيلعب بيعمل انتشار جيد في الملعب، بيلعب تقريبا يا كابتن هاني المهاجم الصريح بس هو اللي بيبقى قدام، التسع لعيبه بيبقوا تحت الكوره يعني، في حاجات فنيه كده قدر بتتكلم على الحاله الدفاعيه لما بيكونش معانا الكوره بيبقى مروان لوحده ويبقى تحت الكوره، تقريبا التسعه تحت الكوره. وشفنا امبارح وانت برضو تشاركني الراي ان هو كان يعني، كنا بنتكلم قبل المباراه وبسال بعض اللعيبه وبعض النقاد لو فعلا من الممكن انه يبقى في مفاجاه شويه لفريق الوداد وان احنا اول 5 دقائق نعمل ضغط عالي من قدام، فيعني البعض قال وبعض قال لا، ف ان قفشه يروح على سردباك ويضغط عليه في المنطقه ديت، دي تعليمات مدرب اكيد اكيد، ان قفشه بيروح في الجزئيه دي، احنا عارفين قفشه دايما تحت مروان، لكن مروان راح على سردباك والكره اتلعبت للسردباك الثاني، فقفشه بتعليمات اكيد ودي اتمرنوا عليها انه يضغط على السردباك الثاني خلاه يغلط ويحرز هدف، فدي كلها بتبين ان كان في شغل فني اتعمل. اكيد اكيد في طبعا، ما انا بقول لحضرتك يا كابتن هاني في ملامح وانطباعات، احنا مش عايزين نحكم الحكم اللي ممكن ياثر عليه هو بعد كده، احنا ممكن نقعد نحط تحت ضغط بالظبط، احنا ممكن نقعد نقول اشعار فيه وكده وبعد كده مثلا نتفاجئ ان في دروب او حاجه نرجع نقول تاني. صحيح. انا بتكلم في الطبيعي ان مش اقل من 10 مباريات عشان احكم على مدرب، ولكن في ملامح وانطباعات جيده جدا جدا، وخصوصا ان احنا عندنا يعني عارفينه من قبل كده يعني، من هو في سان داونز عارفينه بيحب الكره على الارض، الكره البرازيليه، حتى اغلب لاعبي سان داونز كنت تلاقيهم قصير يعني ما عندوش مشكله في الاطوال، لعيبه مهاريه يعني، لعيبه مهاريه جدا ما عنده يعني، فبيبدا الهجمه من ورا بيلعب كوره، فاعتقد الانطباع الاولاني عنه او الملامح لشخصيه
المدير الفني ظهرت بصوره كبيره جدا، يمكن رابع ماتش ليه، لعب 3 مباريات فقط في الدوري وده الماتش الرابع، فاعتقد يعني حاجه كويسه جدا اللي وصل له ده. وشخصيه النادي الاهلي برده رجعت معاه تاني، الفوز خارج الملعب وخصوصا في افريقيا وخصوصا في المغرب. حضرتك طبعا يا كابتن هاني لعبت في المغرب واحنا لعبنا، الزومه بس بتاعت الجماهير دي يعني، يعني يمكن عايز اقول ان اللعيبه يعني محظوظه، ومش يعني مش قادر اقيم بقى محظوظه. من اهم الضغوطات اللي الحقيقه ما كانتش موجوده امبارح على فرقتنا هو عدم وجود جمهور الوداد، لان معروف ان الوداد جزء من قوته هو في جمهوره. مش انت حضرتك مش متخيله المغرب المغرب والجزائر كابتن هاني برضو المغرب والجزائر صعب جدا جدا، 70-80% من قوه الفرقه بتكون في الجمهور، لان حضرتك بتنزلي الملعب الموضوع مختلف تماما طبعا. فحتى انا يعني بقعد بيني وبين نفسي اقول يا ترى اللعيبه دي محظوظه ولا مش محظوظه كتير. يعني اللعب برده قدام حتى طب هقول لك ليه قلت مش عارف ان هم محظوظين ولا لا. انا بتكلم حتى في مصر، اصل احنا لعبنا استاد متقفل ولعبنا يعني الموضوع مختلف تماما. فانا يعني مش قادر يعني امبارح مثلا دي محظوظين ان الجمهور مش موجود انما يعني بس خلي بالك هتناقش معاك في نقطه برضه. انا بتكلم نقطة مهمة، يعني مش حكايه اللعيبه مش حكايه في جزء شويه انه رابع ضغوط، لكن خلي بالك كمان ممكن جدا يكون الوداد محظوظ ان ما فيش جماهير. ليه؟ لان بعض الجماهير لما بتلاقي لو النادي الاهلي قدم هذا الاداء وبالنتيجه 2-0 ديت، ايه اللي بيحصل بقى في لعيبه المغرب ولا الجماهير؟ لا طبعا بيبقى تاثير عكس، ضغط سلبي، عامل ضغط على يعني مزبوط. على الوداد نفسه، على فرقته، على فرقته، لانه وبعدين هيبدا بقى سوري في الميه ممكن الفاظ بقى وممكن يشتموا اللعيبه وممكن يبقى ضغط عليهم اكتر. فخلينا نتكلم بكل امانه، اكيد الجماهير فرقت، لكن كمان كان ممكن جدا النادي الاهلي يقدم هذا المستوى ويكسب 2-0 ويبقى وجود الجماهير هتبقى كمان مشكله على الوداد. انا كمان مش قصدي على المباراه دي، قصدي على اللعيبه نفسها. طبعا في لعيبه حضرتك ما شافتش جمهور خالص لغايه دلوقتي تقريبا، يعني أيوة لغايه دلوقتي يعني تقريبا احنا من 2012 ما فيش جمهور او حاجه، ففي جيل كامل لعب ما فيش جمهور خالص. فاعتقد دي مؤثره عليه. حاجه ثانيه برضو بسال نفسي فيها، يعني احنا شفنا اللياقه البدنيه الكويسه جدا سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك. الناس اللي كانت بتطالب بعدم عوده الدوري رايهم ايه لو ما كناش لعبنا دوري يا كابتن هاني؟ يعني احنا دلوقتي هل حضرتك نقدر نجهز بالفورمه دي من مباريات وديه؟ لا مستحيل. مستحيل. وده يعني دي عملت حاجه ايجابيه اهو، ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي في النهائي وبرده نادي الزمالك في النهائي. فاعتقد رجوع الدوري بقرار مسؤول من الدوله حاجه يعني ادت حاجه ايجابيه جدا سواء للنادي الاهلي او للزمالك وممكن برضو لبيراميدز في الكونفدراليه ان شاء الله باذن الله، لان ده كان عامل اساسي برضو ساهم. حتى التقارير المغربيه وبعد الناس والصحف قال ان العامل البدني كان مهم جدا جدا في فوز طبعا النادي الاهلي واقف على رجله بشكل فرق كويس. فرق كبير. فبنرجع تاني نقول لك طب والناس اللي ما كانتش عايزه الدوري بتقول لك احنا مستحيل اللعيبه دي كانت مستحيل جاهزه ماتش مباريات وديه دي حاجه ثانيه كابتن هاني، عارف حاجه تانية غير المباريات الرسميه خالص. فاعتقد برضو يعني الدوله بتثبت رؤيتها او حتى اللي كانوا مؤيدين ويوم عن يوم يعني خلاص ده بياكد لك يعني بنسبه 100% انه قرار عوده او استئناف الدوري مره تانية هو قرار صائب جدا. احنا دايما كنا بنقول ان عوده الدوري هو تجربه وبروفات للماتش بتاع امبارح واللي جاي كمان. لا والفارق كان كبير جدا امبارح حضرتك، يعني امبارح يمكن النهارده اتفرجت انا شويه بس على مباراه على المغرب على الرجاء والزمالك بس امبارح العامل البدني فارق، يعني في فرق كبير جدا جدا، يعني يمكن ما اعرفش كابتن هاني حضرتك تأيدني ولا يعني كان واضح حركه اللعيبه النادي الاهلي اسرع، المرونه، السرعه، الارتداد. واعتقد النهارده كان كده برضو، يمكن ما اتفرجتش برضو، ممكن حضرتك ما اتفرجتش قوي. لا ما اتفرجتش للاسف. فانا مين اقرب منافسينا في البطوله دي؟ اعتقد خلاص هو الزمالك، يعني اعتقد ان هو برضو فوز خارج الملعب، يعني برضو يمكن بنقول الاهلي والزمالك طبعا مش عايزين ناخد الموضوع واللعيبه يسمعوا ترديد يا كابتن ان احنا وصلنا النهائي لسه في شوط تاني، ولكن طبعا اعتقد يعني وضعنا اكثر من قدم يعني في النهائي ان شاء الله. يعني طبعا ان شاء الله احنا كنا بنتمنى ان تكون المباراه نهائي أكيد مصر خالص طبعا. أكيد اولا لمصلحه الكره المصريه، ويبقى احنا متسيدين حتى على مستوى الانديه او غير حتى على مستوى المنتخبات، يبقى فرقتين من مصر يعني وده دورنا كابتن، يعني دور اي حد حتى بيطلع في الاعلام، يعني نبذ التعصب يعني بس انت عارف يا جماعه الفترات اللي فاتت يعني بعض الناس مع احترامي بيكون مثلا حتى اهلاوي او زملكاوي، لا انا مش عايز بعض يا كابتن، ولكن بعض يعني آه احنا
احنا يعني كجمهور يا كابتن يعني انا ما اقدرش حتى احكم على جمهور. الجمهور ده هو اللي عملنا وهو اللي بيعمل كل الناس، فمن حقه يقول اي حاجه. انا بتكلم على اي حد بيظهر في الاعلام، اي حد عمل اسم، ما يصحش مسؤول او اعلامي او ما يصحش طبعا. ما يصحش اطلع اقول انا بتمنى فوز الرجاء، ما يصحش يعني، ما ينفعش مهما اكون انتمائي. انما اللي بيحصل الفتره الاخيره في حاجات كتير جدا يعني عليها علامات استفهام كبيره. لا عندنا علامات استفهام كتيره طبعا. اتفضل يا طيب. كنا عايزين نتكلم عن طريقه اللعب طبعا اللي بيلعب بيها موسيماني في الفتره دي، واكيد فرقت في الملعب واكيد فرقت في مباراه امبارح بالاخص. تمام. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك هو بيعتمد على الانتشار الجيد يعني. طريقه فيه غير تماما. مستر فايلر كان بيعمل ضغط متقدم يعني بيضغط من قدام جدا. مستر موسيماني يعني برده ومحتاجين برده نديله فرصه، ولكن عايز اقول برضو اكيد مجلس الاداره وسبب اختياره كابتن هاني هي بطوله افريقيا ومعرفته الكامله بالاجواء أكيد. الافريقيه طبعا. اعتقد يعني طبعا. فده الهدف الرئيسي من التعاقد اختيار موسيماني اكيد يعني. انا برضو ما اعرفش قوي، بس يعني لسه بدل ما لسه ندور على مدير فني. هو كان يعني الانسب في المرحله، كان الانسب او واحد مصري يعني، زي كان في تقريبا ترشيحات كابتن محمد يعني حاجه كتير. يعني يعني فهو بيعتمد على الانتشار الجيد، بيعتمد على قفل المساحات، بيعتمد على بدء الهجمه من تحت، بيعتمد برده يعني عنده برده يمكن ما ساعدتوش امبارح قوي التلت الهجومي امبارح يا كابتن، ما كانش فيه السرعات قوي الاطراف يعني بالذات. الاطراف ما كانش فيها سرعات قوي مع بطء الدفاع بتاع الوداد. اعتقد لو كان فيه لعيب سريع شويه كان ممكن نحرز اهداف كتير. يمكن كان ليا برضو كنت بحلل المباراه امبارح في احد القنوات يعني يعني برضو قلت يا كابتن هاني كانت فرصه ذهبيه ان نطلع 3 و4 و5. ده حقيقي. واعتقد يعني برضو ممكن خبره اللعيبه القليله يعني، لو كان في قائد مثلا، قائد في الملعب عنده خبره افريقيه كبيره جدا، يمكن اغلب اللي كانوا بيلعبوا ما كانش فيهم القائد ده، اعتقد كان هيحمسهم ويقول يعني. طول عمرنا كابتن هاني يعني بيقولوا حتى النادي الاهلي ما بيستكفاش يعني، مش 1-0 ونرجع لا لو في فرصه في فرصه بنجيب الثاني والثالث والرابع، وكان لو شويه توفيق بس بالنسبه لطريقه لعب موسيماني هو بيحب الكره الجميله، بيحب الكره على الارض. يمكن شفنا الملامح دي بقى يعني من بعد الكورونا تقريبا يا كابتن هاني، يمكن بدانا نحس بالاهلي دلوقتي، بدانا نحس صحيح. ان في اطمئنان شويه، بدانا نحس ان في ناس بتقف على الكوره. حتى لو حضرتك يا كابتن هاني لو مثلا انا كمدير فني كنت ممكن امبارح افكر مش في قفشه، كنت افكر في حمدي فتحي. حضرتك عارف لما بنلعب بره ممكن نلعب ثلاثة في وسط الملعب ويبقوا طرفين، لكن هو الراجل كان عنده ثقه في طريقته يعني. ده شيء ايجابي خلي بالك جدا. انا بتكلم مثلا على ممكن يبقى على فكره انا رايح اقابل الوداد في المغرب، ما كانش حد هيلومك خلي بالك، هيقول لك انت بتلعب بتامن نص الملعب بالظبط، بتلعب بثلاثه. انما يعني ان شخصيه النادي الاهلي وبرده شخصيه المدرب ان اخلي اي نادي هو اللي يلعب عليا مش انا. طبعا هو مذاكر كويس جدا، ولكن كابتن هاني بتكلم معاه في حته فنيه ان ممكن يبقوا ثلاثه يعني ثلاثه زي ثلاثه وسط مدافع يعني ما بين 8 وما بين سته وفعلا ومدربين كتير جدا لما بتلعب بره ملعبها وخصوصا دور قبل نهائي او حاجه بتحب ان تطلع بالنتيجه باقل الخسائر، بنقول اقل الخسائر، بنقول على الاقل تعادل. انما احط برضو مجدي قفشه في مباراه زي دي فاعتقد دي جايه من شخصيه. بس انا كابتن محمد مش حابه فكره او نغمه ان احنا كان فيهم يجيبوا ثلاثه، كان ممكن يقفل اربعه، بسمعها من امبارح الحقيقه للنهارده، مش عايزين برضو طيب. نحمل عليهم. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو لا قدر الله لان برضو مشكله مدرب الوداد ان ما عملش اي سيناريوهات للمباراه، ده تفاجئ يا كابتن هاني. لا قدر الله لو دخل فينا جول اول 5 دقايق. مين اللي اتفاجئ؟ المدير الفني للوداد. لازم انا كمدير فني احضر سيناريوهات، لازم ابقى عارف لو انا جبت جول او دخل فيا جول او المباراه مش التعادل، لازم ابقى عارف هعمل ايه. انا بتكلم ان هو او الجول دخل في الدقيقه 4 تقريبا مظبوط، تحس ان المدرب اتفاجئ مش يعني هو مش حاطط اي سيناريوهات، فده اللي انا اقصده يعني. فانا الخوف من ايه؟ النتيجه كويسه جدا وكل حاجه، ولكن طول ما انا في ايدي اجيب 3 و4 ما انا ممكن لا قدر الله يدخل فيا جول. انا بايدك ليه بقى يعني في نقطتين، لان النقطه الاولانيه في ماتشات كتيره واحنا وانت لعبت ماتشات كتيره جدا بيبقى عندنا يعني كسبانين 2-0 والمباراه خلي بالك مباراه كره القدم بتتقلب في ثانيه يعني لا قدر الله ممكن جدا في اول الوداد ما يجي ممكن يجيب جون الموضوع يتقلب، لكن انت لما كسبان 2-3-4 وانت خلاص. قادر تجيب الكلام ده تبقى مرتاح يعني احباط لازم تخلص وبعدين تبان شخصيتك
كمان. انا حسيت انه من اول لما قفشه دخل الجون اللي في الدقايق الاولى من عمر المباراه كان كان الموضوع ده اصلا عمل لهم احباط اوريدي، يعني ما حس يعني حسيت انه الاحباط من اول جول. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان كان مدير فني ما حضرش للنقطه دي. يعني انا برضو اكيد مستر موسيماني على الملامح والشخصيه اللي انا شايفها دي اكيد محضر النقطه دي، اكيد هيحضر لو لا قدر الله دخل فينا جول بدري، لو لا قدر الله. يعني لازم المدرب يبقى حاطط السيناريوهات دي. عند حضرتك حق، فعلا اتفاجئ، يعني اتفاجئ، ما كانش متوقع خالص، بدليل ان اللعيبه رد فعلها ما كانش، يعني ما كانش في اي رد فعل غير يا دوب يا كابتن تقريبا 10 دقائق بعد. حتى في ضربه الجزاء، حتى في ضربه الجزاء اللي كله يمكن ما شافهاش ضربه جزاء صحيحه، وما اعرفش ليه برضو حسيت ان التحكيم كان حاول يدور على حلول للوداد. ما ادناهوش فرصه احنا برضه، ما ادناهوش فرصه بالظبط. حتى تغيير ذكي جدا بتاع ديانج ديانج، يعني من المدرب ما اداش الحكم اي فرصه، ودي ده تركيز، ودي حاجه تحسب للجهاز الفني برضه وتحسب لمجلس الاداره. ما شفناش حد خرج يا كابتن هاني اتكلم على التحكيم خالص، والرغم ان الحكم ده بالذات كان عليه علامه استفهام. ممكن انا خرجت اتكلمت الكابتن هاني، انا بتكلم كمجلس اداره حد مسؤول ما اتكلموش خالص، بعده اللعيبه خالص. واكبر دليل ان المدرب صاحي ومركز، ان حضرتك تستغني عن اليو ديانج شوط كامل في مباراه زي دي في المغرب، دي حاجه تحسب له. بس هو عنده حسابات اكتر، ان احسن ما يلعب ناقص لعيب. طبعا كان أفضل. ممكن جدا اصل كمان واضح، وانت شفت الماتش، انا في وجهه نظري فاول، بس ما لا يستحق يعني كارت اصفر، يعني كلنا فوجئنا هو فاول ديانج، وممكن ما تبقاش فاول كمان، يعني خلاص ماشي حسب فاول، لكن مش مش كارت اصفر. كان مستعجل، ده كمان ادى انطباع طبعا لموسيماني، لا يعني ده انت بالزبط. بقى في انت عارف ده من هو عارف طبعا، هو دي الخبرات برضو جدا. المركز ده فعلا كابتن اكتر المراكز حصول على انذارات، وكان من افضل اللعيبه في المباراه اللي فاتت بالظبط. طب انت كان رايك ضربه جزاء مش ضربه؟ لا، فيها شك كبير جدا، فيها شك. انا لاعب الوداد هو اللي راح للشناوي ده من وجهه نظري، يعني ما اعرفش الشناوي فعلا هو عمل التكل على رجله وحتى عامل ايديه كده فالراجل راح عليه، لكن زي ما بقول استمرار تالق الشناوي ده اكيد بيدي كمان مش بس كده اريحيه لخط الدفاع، لكن للفرقه كلها طبعا. تحس في كنا بنقول بنقول مقوله كده، الحارس لو حضرتك نص الفريق، يعني طبعاً. حتى مقوله كده، ورابع ضربه جزاء تقريبا على التوالي يا كابتن كان في قصاد ضربه جزاء قدام الاسماعيلي لو حضرتك تفتكر. طبعا لا واف سي مصر مش يعني، وفي واحده ثانيه مش قادر اتذكرها، اربع ضربات جزاء صاددهم على التوالي. وراجع برده يا كابتن بقاله ثلاث مباريات ما بيلعبش، فحضرتك عارف ان دي ممكن تاثر شويه. الحمد لله ما قصرتش وقدر يعني يقود الفرقه، وتكون ضربه الجزاء دي نقطه تحول في المباراه. بمناسبه الشناوي، فكم من حقه علينا في البيت الكبير ان احنا نعمل له تقرير خاص بيه هو محمد الشناوي. من جديد أثبت العملاق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه الحارس الأفضل على صعيد القارة الإفريقية، بعدما قاد المارد الأحمر بجدارة للفوز على نظيره الوداد المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ظهر محمد الشناوي كالأسد الجسور والصخرة التي تكسرت عليها كل أمواج الهجوم المغربي التي شهدها ملعب محمد الخامس، ومنح الثقة والقوة لزملائه من لاعبي الفريق لينطلقوا نحو مرمى الوداد لتسجيل هدفين غاليين عن طريق محمد مجدي أفشة وعلي معلول. كانت اللقطة الأبرز في المباراة بين الأهلي والوداد والنقطة المضيئة التي منحت لاعبي الأهلي الحماسة والقوة من جديد قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، حينما تصدى محمد الشناوي لركلة جزاء غير سليمة احتسبت على المارد الأحمر، وانبرى لها الخطير بديع أوك، لكن العملاق الشناوي كان صلبا كعادته وتصدى للكرة بكل قوة وثبات. كما تصدى محمد الشناوي على مدار شوطي المباراة للكثير من الهجمات المؤثرة والتسديدات الخطيرة من لاعبي الفريق المغربي ليحافظ على نظافة شباكه ويقود المارد الأحمر نحو تحقيق انتصار غال ونفيس في ملعب منافسه.
وفي تتويج لمجهود اللاعب خلال مباراة الأهلي والوداد، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم رسميا عن اختيار محمد الشناوي أفضل لاعب في المباراة. وجاءت هذه الجائزة بعد أيام قليلة من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمد الشناوي كأفضل حارس مرمى في إفريقيا مع 4 حراس آخرين، وكان الشناوي على رأس الأسماء التي اختارها الفيفا. مباراة الوداد المغربي كانت الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي منذ أن تعرض للإصابة في مباراة المقاولون العرب وغاب بسببها منذ ذلك الوقت عن الفريق قبل أن يعود بشكل لافت للنظر ويمنح دفاع الأهلي الثقة والطمأنينة أمام العملاق الودادي المغربي القوي. محمد الشناوي ورفاقه من لاعبي الأهلي يدركون جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والأمل الجماهيري الكبير المنتظر منهم في هذه البطولة الغالية من أجل تحقيق 9، ولذا كانوا على الموعد وعلى قدر المسؤولية وعادوا من المغرب بأغلى انتصار. بحضراتكم مره تانية ومعنا طبعا كابتن محمد جوده، وشفنا طبعا والتقرير بايد كلامك ان الشناوي محور اساسي في فوز او تقدم النادي الاهلي حتى في الفترات الاخيره. نتكلم على نجم تاني انا شايف من وجهه نظري كان مميز جدا، كلهم نجوم لكن كان في تميز كمان لمحمد مجدي قفشه، وانت كمان لعبت البوزيشن دوت وتقدر تحدد لنا انت شايف قفشه ازاي في مباراه امبارح. يعني طبعا بنسبه كبيره جدا يا كابتن هاني برضو حضرتك اما يعني انا بنزل ببدا المباراه واجيب هدف دي بتفرق في معنوياتي بصوره كبيره جدا، يعني مش عارف حضرتك تأيدني ولا مليون في المية. طبعا اول 4 دقائق طبعًا جبت هدف طبعًا، فاعتقد معنوياتي بتختلف تماما بفوق بقى بلغه الكوره بفوق، وخصوصا ان هو يعني بادئ المباراه دي من في كان في بعض الانتقادات ليه، يعني في انا ممكن يا كابتن هاني ابقى محلل، يعني مش عشان انا مثلا موجود هنا ممكن انتقد لعيب من الاهلي، دي حاجه لمصلحته بالظبط، يعني يمكن احنا افتقدنا يعني كنا مفتقدين احنا الموضوع الاستديوهات ده، كان القناه الثالثه بس يمكن الاستديوهات التحليليه مع انها بالعكس ممكن تبقى مفيده جدا، يعني مفيده بس اما تيجي من يعني من حد يعني في حد فاهم ونقد بادب بدون تجريح، واحنا يعني كنا بس دايما النظريه غير التطبيق، دايما النظريه غير التطبيق. معلش بس برضو اما انا كابتن هاني مثلا قاعد وانا لعيب اما بسمع مثلا نصيحه يعني اكيد وطبعا الخبره بتفرق، انا ما قلتش حاجه يعني بالزبط. اكيد بتفرق، لا انا بتكلم ان في ناس تانية بتاخدها في سكه تانية، انا بتكلم ان هو كان راجع من بعض الانتقادات شويه يعني طبعا، واللعيب اكتر حد بيحس بنفسه هو اللعيب، بيحس كويس او مش كويس. اول 4 دقائق اما احرز هدف وحضرتك لو حتى لو كان الاهلي اتغلب 2-1 الهدف بره الملعب والكابتن هاني عارف ليه قيمه كبيره جدا، فهو حاسس ان هو عمل ايه، فاعتقد دي فرقت معاه في المستوى الفني وفرقت مع زمايله كمان طبعا طبعا يعني. لا انا بتكلم على يعني الكابتن هاني بيقول تاني نجوم المباراه، فاعتقد فرقت معاه نفسيا بصوره كبيره جدا، ادى المباراه بشكل رائع حتى على المستوى البدني، يعني يمكن قفشه كان بيقل شويه الشوط الثاني حتى الهدف ده رفع معنوياته جدا، خلى حتى المستوى مش المهاري بس المستوى البدني، فاعتقد يستاهل ان هو يكون من نجوم المباراه فعلا. يعني كلهم كانوا عندهم روح طبعًا المسؤوليه امبارح طبعا اعتقد كده يعني وبس موسيماني كان ليه تصريح مهم لما قال انه لاحظ غياب ثقافة الفوز للاعبي الأهلي خارج الأرض خارج ملعبه هو. شفت التصريح ده إزاي؟ ولما قال كمان أنه هو اللي قدر يرجعها تاني مرة تانية. لا طول عمر النادي الأهلي بيلعب بره بيلعب جوه يعني هو قال كده امبارح في تصريحات ليه، يعني أنا عايز أخد المباراة في سكة الدعم للمباراة الجاية وللنهائي، ولكن هو عارف كويس قوي النادي الاهلي، اعتقد اي حد احنا التعادل في النادي الاهلي التعادل بيبقى هزيمه، يعني من واحنا في الناشئين هو في الغالب بالارقام من 2017 اللي بتلعب في افريقيا بره ارضك وبتفوز دي ما كانتش موجوده بشكل كبير، النادي الاهلي متعود طول عمره على احنا بنخرج لازم نكسب بره، لكن في الفترات الاخيره خلينا نقول هو اللي رجعها ماشي يعني لا يعني الراجل مش رجعها بصيغه ان هو رجعها اوريدي، انا ما سمعتش والله التصريح يعني والله. لا هو بيتكلم بصيغه ان هو ده المهم ان بياكد عليها بياكد ان هو معنى ان يقول رجعها يا كابتن تاني
مره تانية انها كانت موجوده واختفت فتره يعني اختفت فتره شويه اختفت فتره بالظبط ورجعت تاني معنى انها رجعت تاني يبقى اوريدي كانت موجوده لا فعلا حقيقه كانت موجوده وعلى طول موجوده النادي الاهلي حتى لما راح حتى كاس العالم للانديه برضو يعني رايح وبرضو البطولة يعني حتى لو حاجة بعيدة شوية بس صدقيني والله طموح البطولة عند أكيد كان عند اللعيبة كلها فيمكن برضو هو برضو يعني كان شايف كده أو مثلا اللعيبة دي مثلا الجيل ده كله مثلا ما أحرزش فوز بره أنا مش عارف بصراحة بالأرقام لا هو خلي بالك كمان في نقطة إن معظم اللعيبة اللي كانت موجودة ما فيش غير يمكن 3-4 لعيبة حصلوا على بطولة أفريقية أو أقل كمان وبالتالي الشغف للبطولة الأفريقية ده موجود اوريدي والحماسه موجوده لكن طبعا. كمان الراجل بيتكلم على ده مش عند اللعيبه بس يا كابتن ده عند الناس ده يعني الهدف الجول الاولاني نطيت في الهواء لا البطوله دي بالذات هدف اساسي ورئيسي عند الجماهير وعند اللعيبه وعند مجلس الاداره ويعني حضرتك يعني شايف كم التحديات اللي في مجلس صحيح. الاداره وكم التحديات اللي في اللعيبه دي فاعتقد البطوله دي ان شاء الله تكون خير تعويض ليهم يعني وشايفين المسانده الكبيره من الكابتن محمود الخطيب يعني هو في الاساس للنادي وبرده وللجهاز ده حتى يعني سمعت تصريح لمستر موسيماني ان هو بيشيد بالمسانده من رئيس النادي أكيد. فاعتقد يعني ده حضرتك انا شفت صور الكابتن الخطيب يعني ساند على السور يعني عليه ضغوط تحس ان حد عليه جوه الملعب وشايف رئيس النادي مش اي رئيس نادي احنا بنتكلم على الصورة. على الكابتن محمود الخطيب ساند على السور وبيتفرج عليك من بره شفت صور بجد انا نفسي يعني حسيت ان يعني لو انا لعيب لازم اكل النجيله وهو يعني تحديات كبيره ان شاء الله يعني يتوج بالبطوله دي كل حاجه ان شاء الله يعني هتبقى احسن وهتبقى رايحه للاحسن لان زي ما بيقولوا التسعه دي يعني معصلجه شويه فان شاء الله تكون من نصيبنا ان شاء الله هتيجي ان شاء الله كله يقول يا رب طريقه اللعب في العوده شايفها كابتن جوده ازاي هو خلاص مستر موسيماني حدد هو عايز ايه حدد ان الفرق هي اللي هتلعب عليه يعني بدليل لما اتكلمنا في اول حلقه ان اي مدير فني طبيعي جدا هيستبدل قفشه بحمدي فتحي على الاقل وانا بلعب بره ولكن هو خلاص اختار ان هو يكون ان في الكوره حضرتك ان انا اللي بلعب على الفريق او الفريق اللي يعني كل ما بنزل بدرجه شويه من الفريق كابتن هاني علي بيبقى عندي القماشه اقل شويه فبضطر ان انا اغير حسب قوه الفريق اللي قدامي مستر موسيماني اعتقد خد طريق ان هو هيلعب بنفس الطريقه ونفس الاسلوب وهي الفرق بقى اللي تغير طريقتها عليه فاعتقد هيلعب بنفس الطريقه نفس الاداء الهجومي ممكن يكون برضو لازم نفس الطريقه نفس الافراد يعني احنا بنتكلم 4-2-3-1 ده اوكي ممكن نشوف مثلا بادجي بيبدا المباراه ويكون مروان محسن سلاح معاه بره على اساس ان كمان مروان بدا المباراه اللي فاتت عمل مباراه كويسه جدا طبعا. على مستوى التحركات طبعا. كان هايل وكان يمكن بيشتكي باصابه شويه ممكن يفكر ان انا ادفع ببادجي الاول ويكون موجود معايا مروان ونفس 4-2-3-1 بنفس الناس بس ممكن يغير في الافراد شويه هو مبدئيا لو حضرتك بنتكلم على مروان هو مروان يعني ربنا وفقه مع الراجل ده ويعني خلى مستر موسيماني عنده قناعه بيه وتاني حاجه مستر موسيماني مش من نوع اللي بيلعب كور طويله يعني هو عايز محطه اكتر حتى العرضيات لو حضرتك لاحظت قلت شويه يعني شفت حسين الشحات حضرتك جاي من العمق يعني هو طريقه لعبه كده حتى وهو في سان داونز فاعتقد يعني هيناسبه جدا مروان محسن مروان يعني انت بتقول ان مروان كمان هيناسبه ان هو يبدا بيه مباراه اكيد كابتن خصوصا هنا يعني يمكن انا كنت توقعت ان يلعب بادجي بره لان ممكن تبقى فيه كور طويله كور عرضيه كتير ف ما افتكرش ان هو ده سلاحه يعني سلاحه اللعبه على الارض الاختراق من العمق طبعا سلاح قوي جدا الكرات العرضيه وبرده مروان مميز فيها ولكن اعتقد ان هو هيبدا بنفس التشكيل يعني ما فيش اي تغيير ما افتكرش في المقابل الوداد ممكن يعمل ايه بعد مباراه امبارح هو الوداد كده يعني ما فيش اي حاجه يبكي عليها يعني هو ما فيش اي حاجه يبكي عليها طبعا ما هو الوداد على الاقل لازم يكسب 2-0 على الاقل علشان
يعني عشان يبدا تاني يخش عشان يبدا المنافسه يعني لازم على الاقل كل ما يدخل كل ما يدخل في جول يعني ان شاء الله نجيب جول هيبقى محتاج على الاقل ثلاثه يعني لا تقريبا ثلاثه يبقى يعني هو وصل لا يعني احنا لا يعني قدر الله لو جيب يعني جول لو جبنا جول هو مطالب يكسب 4-1 عشان احنا جبنا بالظبط لا يكسب ثلاثة بقى او ثلاثة يعني ان شاء الله ما يجيبش لا انا مش قصدي مفيش حاجة يبكي عليها فهيجي ده الخطر برضه فرص يعني. طبعا يعني طبعا ده في اي حاجة كابتن يقول لك حتى ما يعني ما تتخانقش مع حد مش هيبكي على صح يعني ما تتخانقش مع حد مش باقي على حاجة فتبقى الموضوع بيبقى خطر جدا ومش عارف برضه هل في لعيبة من اللي كانوا مصابين عنده هيرجعوا او لا هي يعني ممكن دي التشكيله تختلف شويه هو كان طلع سردباك اللي اخطا ونزل سردباك تاني اعتقد ده ممكن يبدا هو المساك التاني ده اللي كان ده الاساسي اصلا فممكن أساسي. يغير شويه في الافراد وزي ما انت بتقول وانت مريت بظروف زي ديت عمليه الشحن وعمليه التحفيز لمباريات وانت خسران فيها 2-0 على ارضك وجاي في القاهره بتلعب مباراه زي ما انت بتقول هو مش خسران على خلاص. حاجه فدي بتديك كمان باور اكتر وبتديك جراءه اكتر طبعا. وبتديك حافز ان شاء الله طبعا مش زي حافز النادي الاهلي لكن ده الخطر شويه طبعا الخطر ممكن استغل برضو الاندفاع الهجومي بتاعه بالظبط يعني اكيد بس لازم التحضير كمان يا جوده التحضير للمباراه طبعا انت شايفه يبقى عامل ازاي لا التحضير دي حاجه مهمه جدا يا كابتن وزي ما بقول لحضرتك يعني لو بنتكلم على مستر موسيماني لازم يحضر كل السيناريوهات زي ما هرجع اقول تاني لا قدر الله دخل فيه جون بدري لازم يتوقع ان في اندفاع هجومي لان مش باكين على حاجه ممكن المباراه دي يعني يستغل المرتده شويه يعني هو حتى يفتقد السرعات شويه يمكن اسرع تقريبا لاعب جيرالدو بس برضه لسه لا انا بتكلم في الموجود اسرع تقريبا حسين الشحات يعني حسين الشحات لما يجي برضه شويه يعني يرجع تاني سريع فاعتقد ممكن يستغل الحته دي ويعني لو حط سيناريو ان شاء الله ان جول بدري خلاص يبقى قضى على امالهم خالص وهتبقى حتى معنويا ونفسيا هم هيبقوا محبطين جدا يعني عايزك توجه كلمه للاعبتنا بعد الفوز امبارح يعني طبعا ببارك لهم وانا عارف ومتاكد ان لعيبه النادي الاهلي لو في تمرين النهارده خلاص الفرحه نسيوها وانا بحذر يعني بحذر من كده لان اغلب الناس بتقول ان احنا بتحذر مين بحذر اللعيبه اغلب الناس بتقول ان احنا وصلنا النهائي مش عايزين ننجرف في الموضوع ده قوي لان الموضوع ده ممكن ياثر تاثير سلبي لان حضرتك طول ما انا كابتن هاني عارف طول ما انا مش مركز قبل المباراه في المباراه نفسها لو انا نازل مش مركز ودخل فيا جول ما بقدرش اقلب عدم التركيز لتركيز مستحيل اللي ذاكر زي اللي بتعوض يعني لا لو انا مش مركز قبل المباراه ما يقدرش اللعيب يجيب التركيز جوه المباراه مستحيل نفسها يعني مستحيل في حاجه كده غريبه في الكوره ما اعرفش ده سحر ولا ايه خلاص انا مش مركز ما انا ممكن اقول ايه طب انا هركز لا ما بتجيش خلاص أيوة اللي أيوة مش مركز خلاص فاعتقد مش عايزهم بس ينجروا للسكه دي ان احنا وصلنا النهائي وكل حاجه مباراه زي اي مباراه لعبنا زي ما بيقولوا الشوط الاول هناك نكمل على نفس الاداء ده ونفس الروح دي الشوط الثاني هنا وحتى لو حد جاله الفكر ان احنا وصلنا يخليها استعداد حتى للمباراه النهائيه ما افتكرش ان موسيماني يعني عنده الفكر ده يعني قالهم قالوا امبارح وزعلان جدا من النتيجه وقال كان في فرصه ذهبيه يعني هو نفسه جاب 3-4 اجوان هو نفسه قال كده هو عنده خبرات كبيره كمان وعارف بالظبط المباريات الافريقيه ديت وعارف عامه كره القدم يعني زي ما بيقولوا ساحره يعني وشغله يعني ظاهر بصراحه كشان في ملامح كويس في ملامح كويس لغايه دلوقتي وانا بايدك تماما ان احنا ان شاء الله نستنى منه الافضل بالزبط. ودي بوادر ان احنا عندنا مدير فني كبير جدا أكيد. على المستوى الفني وان شاء الله باذن الله زي ما انت قلت يوم الجمعه ان شاء الله التاكيد ان شاء الله الحقيقي ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه بروفا برده للمباراه النهائيه مباراه واحده يعني بالظبط يوم 6 11 باذن الله شكرا ليك يا كابتن بشكر حضرتك جدا بشكر حضرتك جدا ربنا ربنا يخليك كابتن انا اللي اتشرفت شكرا جزيلا اشكرك بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير وكابتننا الكبير كابتن فتحي نصير اتفضل